معانا الاستاذ زينب من المنوفيه. استاذ زينب السلام عليكم. ازاي حضرتك يا فندم؟ اتفضلي. ازيك يا شيخ؟ نعمه وفضل الحمد ربنا لله. ربنا يجعل لكم جميع حسناتكم يا رب ان شاء الله. انا زوجه وتوفى زوجي ولنا بنت. توفى زوجي من شهر 4 ودخلت معانا اخت زوجي في الميراث. طيب فانا اديتها اعلان الوراثه فبتقول لي اعمل فيه ايه؟ قلت لها يا ستي انت ليكي جزء في الميراث، لو طيب. انت عايزه حاجه تعالي خديها. طيب فهي كان ردها انا مش عايزه اي حاجه، انا عايزه الود يفضل ماشي وكده، احنا هنا في الارياف بنودي مواسم وبنودي كده وحاجات زي كده. فهي دلوقتي كانها اتنزلت عن نصيبها في الميراث لاولاد اخوها. هي قالت كده لبنت اخوها. هي قالت كده، فقالت لي لا انا مش عايزه اي حاجه، انا عايزه الود وكده. ففي جماعه هنا برضو ولاد عمنا ومش عارف ايه، قالوا طب اديها ورقه ان هي تعمل تنازل عشان ولادها بعد كده ما يجيش يقولوا احنا عايزين. طيب فالورقه اللي ادتها لها قالت لي طب الختم بتاعي والبطاقه مع ابني، فايه هبقى امضيها واجيبها. طيب فهي ما جابتش، يعني احنا بقى لنا شهر في الكلام دوت. فانا بعت بنتي تسالها قالت لي والله انا اديتهم لانس على ابنها يعني، فهو ايه هيبقى يمضيها ويجيبها لكم. فهي لحد دلوقتي ما جابتهاش، فانا التصرف مني اتجاههم يبقى ازاي؟ ولا حاجه. اول حاجه هذه السيده الفاضله اللي هي عمه الاولاد دي ست ستكون من المحسنين ان هي تفعل ده من باب الفضل على اولاد اخوها، فهي صاحبه فضل ربنا. نعم سامعاني انت معايا؟ سامعاك يا شيخنا سامعاني. فهي اللي هي بتعمله ده نوع من انواع الفضل ونوع من انواع الاحسان لاخوها ونوع من انواع الاحسان لاولاد اخوها. فهي ايه اللي حاصل؟ ما على المحسنين من سبيل. هي وعدت ان هي ستعطي هذا الامر، هي حتى الان لم تعطي. هي وعدت ان هي عايزه تعمل الكلام ده، امتى بقى تعطي؟ لما هتكتب الورقه دي وتبصم عليها. لو هي ما بت... لو ما بت... لو ما بتوقعش لما تبصم عليها ما بتوقعش يبقى هي لما تبصم عليها وتحط ختمها عليها يبقى خلاص الحاجات دي بتاعت ايه؟ بقت بتاع اولادك، وساعتها ما حدش يقدر يتكلم في ده لان هي خلاص تنازلت بشكل صحيح. والافضل طبعا ان احنا ناخد الاشكال القانونيه في توثيق هذه الورقه. اما ان انت تتابعي ده من حقك ان انت تتابعي ده لان في حد وعدك ان انت تكلميها في ان هي تعمل الورقه دي. نعم لكن هل هي ملزمه ولازم تتمم ده؟ هي لغايه دلوقتي عملت وعد بس، لكن هي ملزمه خلاص بقى ملزم عليها ان هي تنفذ ده؟ لا هي لسه حتى لا. الان ان هي امتى هتعمل الكلام ده؟ لما تعمل الوثيقه دي. خلاص ربنا ان شاء الله يكتب يعني لكم الخير ويسعدكم. ولا استنى بقى لما هي اللي تجيبها؟ لا انت ممكن تساليها. ده هذا ليس اخذ المال بسيف حق لان كان في وعد. اصل انا مش عارفه مستحيه ان انا يعني افضل الحق عليهم ولا كده مش عارفه. ده جزء من مفهوم العفه ان الانسان يبقى عفيف النفس. لكن ليس لكن انت لو انك انت ذكرتيها بوعدها ده شيء ما فيهوش مشاكل. بس انا ال 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 اللطف والتعامل بالاحسان مع اهل الاحسان ان احنا ما نقعدش نلح عليها ونضغط عليها. يعني نعمل كده بشكل لطيف لان هل جزاء الاحسان الا الاحسان؟ وان هي اكيد هي دلوقتي بتتكلم مع اولادها واولادها دلوقتي بيشاوروا معاها وبيتكلموا معاها. خلاص بسم الله ما شاء الله مبسوطه عندها بيت 5 ادوار. ربنا يبارك لها. ربنا يبارك لها يا صاحبه فضل برضه. هي صاحبه فضل ان شاء الله. ايوه اكيد. ربنا يبارك لكم ان شاء الله. شكرا يا استاذه زينب.